هذا يقول: أرجو من الشيخ عبد الله مساعدتي، أكلت أموال بعض الناس بالباطل والاحتيال، والآن تبت إلى الله تعالى والرجوع إلى الحق، وأرغب بإرجاع الأموال، كيف يكون ذلك؟ هذه إذا كان الإنسان يعرفهم فيوصلها إليهم، نعم. ومن طرق الوصول إليهم أن يعطيهم هدية، يدخل تحت الباب لهم فلوس، صحيح. ينظر أحد الإخوان يتعاونون معه، يعني إمام مسجد أو كذا، يعطيه ويقول عطى فلان ولا تعلمه. إن من فلان اي نعم، قال صح، هذا شخص يقول خذ. اني تسلفت منه قديما واني استحيت منه لانه نسى ونسيت وابطيت عنه، ودي تعطيها الفلوس. صحيح. وقد جاء الي بعضهم وانا ساعدت في مثل هذا الامر، وانا اعرف كثير من ائمه المساجد وكثير من الناس الطيبين، يعني لو عرض عليهم هذا انهم يوصلون المال الى اهله بطرق مثل هذه الامور، ما بالناس شاكين في إمام المسجد أبد. يروح يقول هذا جزاه الله خير، رجل جاني وطلب مني ويقول إني اقترضت منها وأخذت منه وإني أبطيت عليه ونسيت، وهو نسي، ما عاد يمكن مع ذاكر، وأنا أريدك أن تتوسط لي في مثل هذا الأمر. هذا إذا كان صاحبه معروف، لكن بعض الناس يسرق من الناس وينساهم ويسرق من لا يعرفهم، هذا يتصدق به عنهم. بنيته. نعم نعم، يتصدق عنهم، فإن كان المال للحكومة ففي حساب اسمه حساب براءة الذمة. الذمة، نعم موجود في مصرف الراجحي، يسلم له المبلغ يدخله فيه وخلاص. نعم.